القراية هما بس، وأنا لما أجيب لهم هدية بقى بعزق في الهوا. ربنا يخليك ليا يا ابني، ما يحرمنيش منك. فين يا أشجار الجواب اللي جاب البلد؟ صلى على النبي. وسقف الأوضة بيلعب ليه؟ علشان أشجار ماشي عليه. تعالي. تعالي. السلام عليك يا زيزو يا برنس. لو المقاسات ايه على الشعره؟ مين اللي جاب لك الحاجات الحلوه دي؟ تتكسف يا عايز بقى ايه؟ بص تشيلي ده. ايوه ما تخافيش ما تخافيش. ايوه اللهم صل على النبي. قمر نجفه فين الجواب يا بنت يا اشجان؟ فضلك ما تخلي من حكايه الجواب دي. جدي فضل بيسلم عليك يا عبد العزيز. شو مكسوفه تقولي له بعتوا له قسيمه الجواز ولا ايه؟ جواز مين يا عم؟ جوازك يا ولا. انا؟ ايوه انت. جواز. تصدقي كنت ناسي. حكك عليا يا عبد العزيز والنبي ما تسكت. خلاص بقى انت مكبره الموضوع ليه؟ خلي القسيمه معاكي. انت هتلبس رايح فين؟ ده انت لسه جاي يا ابني. عندي مصلحه كده لما افتكرتها اروح اقضيها صد رد يعني. طب بتقعد تاكل لك لقمه الاول. دي اشجان عامله محشي كرومب هتاكل صوابعك وراه والله. كرومب؟ كرومب. خلاص اجري فيك. اقدر يا حلوة قوي من بقك يا عم دي. ربنا طول عمرها بتعرف تتكلم كويس. تفهم في الاصول يا بابا. ده بس من ذوقك يا عاصم يا ابني. يا عاصم دي. اسمه عاصم باشا يا اخوي. من يوم ما بقى ظابط وهو بقى اسمه عاصم باشا. ربنا يعلي مراتبه كمان وكمان. عاصم طول عمره باشا من غير لا كلية شرطة ولا حاجة. طب سمعونا الفاتحة بقى وبلاش الكلام الأوانطة ده. بيقول يا رب يفضل طول عمر لبنى لعاصم وعاصم للبنى. احنا نقرا الفاتحه ان ربنا يقدم ما فيه الخير لحد لبنى ان شاء الله ما تخلص علمها. ها؟ نعم اخويا. طب وايه الفكره يا عم؟ ما انا شقتي جاهزه ولبنى ممكن تكمل كليتها وهي عندي. عاصم انت عارف ان انا كليتي عمليه وبتاخر فيها. وبعدين بحتاج وقت طويل قوي علشان المذاكره. والجواز بقى عايز تفرغ ووقت طويل. اللي تشوفوه. طيب احنا ممكن بس دلوقتي نقرا الفاتحه وبكره نلبس دبر ولا حتى شبكه كامله وناجل موضوع الزفاف ده بعدين. انا شخصيا ما عنديش مانع استنى لبنى لحد ما تخلص. انا بقى عندي مانع لا مؤاخذه. انا عايز بعد 9 شهور اشيل ولي العهد كده. عاجبه واللي مش عاجبه. قلت ايه يا عروسه؟ انا قلت اللي عندي. يا ابني دول شايفين لهم شوفه تانيه. اسمع اللي انا بقول لك عليه. ولا انت عاصم ابني؟ قوم يلا قوم يلا يلا خلينا نمشي. طيب طيب ما تقوم يا ابني مستني ايه؟ اهلا استحسان. من غير سلام. قال ابنك صالح سافر صحيح يا حاج لطفي؟ ست حسان عندنا ضيوف وبنتكلم كلمتين. مش وقت يا حسين، عندنا ضيوف دلوقتي بعدين. ولا حاج عمر الشرشابي ضيف برضه؟ ده كبير الشارع يرضيك اللي حصل ده يا حاج. تسيبها تتكلم يا حاج لطفي. صالح ابن لطفي ضحك على البت وخيب امالها وضيع مستقبلها وخلي بيها ويقول انا ما عملتش حاجه بعد ما جبت لهم محفظته من على سريرها وشهدت ابوه. عرضنا يروح كده يا ناس واحنا في شارع في ناس كبيره تاخد حقنا منه ولا عشان ما احنا يعني ولايه وعايشين لوحدينا نتبهدل كده يا حاج؟ الكلام ده مظبوط يا حاج لطفي؟ رد انت يا لبنى. صالح اخوكي عمل كده فعلا؟ وافرض يا عاصم. ده كلام؟ ده احنا صاير جينا عنوان غلط يا هلا. بقول لك ايه يا حسام؟ تقدمي شكوى وانا معاك وفي ظهرك لغايه اخر يوم، اوعي تسيبي حق. هيحصل ان شاء الله يا حاج.